كيف ما قلنا بأن الـ OSI model فيه sender و receiver. داتا مني كتمشي من عند sender كتدوز على طبقات من الـ application غادا هابطة حتى الـ physical layer. كيجمع هاد جوج ديال لي ماشين واحد الرابط اللي هو physical link. ومن بعد الداتا كتبقى غادا في طريقها عند receiver وكتدوز بشكل عكسي من الـ physical layer حتى الـ application layer. هنا غادي نشوفوا واحد المثال ديال واحد الشخص اللي سميتو جون اللي هو السندر اللي غادي يصيفط ايميل لشخص في الطرف الاخر اللي هي ماريا اللي كتعتبر في هذه الحاله ريسيفر مستقبل. نشوفوا الفلو ديال الداتا ولا هذا الايميل اللي غادي يتصيفط كيفاش غادي يدوز في هذه الطبقات كاملين من عند جون تيوصل لماريا. اولا وعقلوا معايا مزيان، قلنا بان الابليكيشن لاير كنستعملوه حنايا كاشخاص كنصفحوا انترنت عن طريق برامج. المثال اللي هنايا عندنا في هذه الطبقه ديال الابليكيشن لاير، جون حل واحد اللوجيسيال ديال لونفو ديال الزيميل، كتب الميل ديالو وورك على السند باش يصيفطو لماريا. اللي طرا هنايا اونيفو ديال هاد الطبقة، اللوجيسيال اللي كتب فيه جون الميل دوز الميساج ديال الايميل للابليكيشن لاير، عزل البروتوكول اس ام تي بي اللي كينتعمل هاد اللاير، ومن بعد دوز هاد الداتا للبرزنتيشن لاير. دابا هاد الداتا هي اللي غادي تمشي في هاد السيركوي اللي لتحت. الداتا اللي تخدات من الابليكيشن لاير غادي تكومبريسا باش يصغر الحجم ديالها على سبيد، ومن بعد غادي تدوز للستيشن لاير. ستيشن لاير غادي تحل باب الحوار مع ريسيفر، من بعد غادي تدوز الداتا للترانسبورت لاير. الداتا في هذه الطبقه غادي تسيغمونتا يعني غادي تقسم، من بعد غادي تدوز للنتورك لاير اللي بدورها هذه الطبقه غادي تشد دوك السيغمنتس اللي تقسموا في الطبقه اللي من قبل وتزيد تقسمهم للباكيتس وتدوز هذه الباكيتس للداتا لينك لاير. الداتا لينك لاير غادي تشد هاد الباكيتس وتزيد تقسمهم الفريمز وتدوزهم للفيزيكال لاير. في هاد النيفو الاخر هاديك الداتا اللي على شكل فريمز غادي تكونفيرت للبيت ستريمز وانز اند زيروز، وغادي تصيفط عن طريق الفيزيكال لينك. يقدر يكون جون اللي هو السندر اللي صيفط الايميل مكونكت بويفي كميشيل. دابا الداتا وصلت عند الريسيفر ماريا، غادي تمشي في واحد الفلو عكس عند السندر. الداتا غادي تدوز من الفيزيكال لاير فين غادي تكونفيرتها وتحول ديك البيت ستريمز لمجموعه ديال الفريمز، وغادي تدوز هاد الفريمز للداتا لينك لاير. هاد الطبقه غادي تاخد هادوك الفريمز وغادي تجمعهم ولا غادي تاسومبليهم على شكل باكيت، وغادي تدوز هاد الباكيت للنتورك لاير. النتورك لاير بدوره غادي يشد هادوك الباكيت وغادي يقسمهم لسيجمنتس وغادي يدوزهم للترانسبورت لاير. هاد السيجمنتس من بعد غادي يتجمعوا في هاد النيفو الوان بيس اوف داتا، يعني داتا مجموعه ومتكامله. غادي تدوز هاد الداتا للستيشن لاير، ومن بعد غادي تسد وتقطع الكوميونيكيشن ما بين جوج ديال هاد لي ماشين. السيشن اللي تحلات عند السندر دابا تسدات. في البرزنتيشن لاير غادي تحيد هذيك الكومبريشن اللي دارت في البرزنتيشن لاير عند اللي صيفط الايميل ولا السندر، وغادي تولي عندنا داتا رو كلين. هذاك الميساج واضح تقدر تقراه ماريا، ولكن تدوز الابليكيشن لاير، ومن هذه الطبقه غادي تقرا الايميل من اللوجيسيال ديال الايميل اللي كتخدم به. دونك كيف ما شفنا بان الداتا دازت من واحد الفلو طويل فيه مجموعه ديال المراحل، غير هو راه كل كوميونيكيشن كتستعمل بروتوكولات مختلفه. كان هذا غير مثال مبسط ديال سندين ان ايميل.